بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج حكايات شعريه. التنافس والتحاسد بين الشعراء ياخذ بهم ماخذا بعيدا فهذا ابو العلاء صاعد ابن الحسن ابن عيسى البغدادي اللغوي وأصله من الموصل وهو من الوافدين إلى الأندلس وكان شديد البديهة وكان عالما توفي سنة 417 وسبعة كان صاعد بين يدي المنصور ابن أبي عامر فأحضرت إليه وردة في غير أوانها لم يكمل فتح أوراقها فقال صاعد مرتجلا أتتك أبا عامر وردة يذكرك المسك انفاسها كعذراء ابصرها مبصر فغطت باكمامها راسها فسر بذلك المنصور وكان ابن العريف حاضرا فحسده وجرى الى مناقضته وقال المنصور هذان البيتان لغيره وقد انشدنيهما بعض البغداديين لنفسه بمصر وهما عندي على ظهر كتاب بخطه فقال له المنصور ارنيه فخرج ابن العريف وركب وحرك دابته حتى اتى مجلس ابن بدر وكان احسن اهل زمانه بديهه فوصف له ما جرى فقال هذه الابيات ودس فيها بيتي صاعد غدوت الى قصر عباسه وقد جدل النوم حراسها فالفيتها وهي في خدرها وقد صرع السكر اناسها فقالت أسار على هجعة فقلت بلى فرمت كاسها ومدت يديها إلى وردة يحاكي لك الطيب أنفاسها كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها راسها فسار ابن العريف بها وعلقها على ظهر كتاب بخط مصري ومداد أشقر ودخل بها على المنصور فلما رآها اشتد غيظه على صاعد وقال للحاضرين غدا أمتحنه فإن فضحه الامتحان أخرجته من البلاد ولم يبق في موضع لي عليه سلطان فلما أصبح وجه إليه فأحضر وحضر جميع الندماء فدخل بهم إلى مجلس قد أعد فيه طبقا عظيما فيه سقائف مصنوعة من جميع النواوير ووضع على السقائف لعب من ياسمين في شكل الجواري وتحت السقائف بركه ماء قد القى فيها اللالئ مثل الحصباء وفي البركه حيه تسبح فلما دخل صاعد وراى الطبق قال له المنصور ان هذا يوم اما ان تسعد فيه معنا واما ان تشقى به عندنا لانه قد زعم ان كل ما تاتي به دعوى وقد وقفت من ذلك على حقيقه وهذا طبق ما توهمت انه حضر بين يدي ملك قبلي مثله فصفه بجميع ما فيه، فقال صاعد بديهه: ابا عامر هل غير جدواك واكف وهل غير من عاداك في الارض خائف؟ يسوق اليك الدهر كل غريبه واعجب ما يلقاه عندك واصف وشائع نور صاغها هامر الحياه على حافتيها عبهر ورفارف ولما تناها الحسن فيها تقابلت عليها بانواع الملاهي الوصائف كمثل الظباء المستكنه كنسا تظللها بالياسمين السقائف واعجب منها انهن نواظر الى بركه ضمت اليها الطرائف حصاها اللالي سابح في عبابها من الرقش مسموم الثعابين زاحف ترى ما تراه العين في جنباتها من الوحش حتى بينهن السلاحف فاستغربوا له تلك البديهة في مثل ذلك الموضع وكتبه المنصور بخطه وكان إلى ناحية من تلك السقائف سفينة فيها جارية من النوار بمجاذيف من ذهب لم يرها صاعد فقال له المنصور أحسنت إلا أنك أغفلت ذكر المراكب والجارية فقال للوقت وأعجب منها غادة في سفينة مكللة تصبو إليها المهاتف إذا راعها موج من الماء تتقي بسكانها ما أنذرته العواصف متى كانت الحسناء ربان مركب تصرف في يمنى يديه المجاذف ولم تر عيني في البلاد حديقة تنقلها في الراحتين الوصائف ولا غرو أن ساقت معاليك روضة وشتها أزاهير الربا والزخارف إذا قلت قولا أو بدهت بديهة فكلني له إني لمجدك واصف فأمر له المنصور بألف دينار ومائة ثوب ورتب له في كل شهر ثلاثين دينارا وألحقه بالندماء أعزائي المشاهدين يثير بعض الشعراء غضب بعض الولاة ويستدعي عقوبته فيظل هاربا متخوفا لا يهدأ له بال ساعيا في فكاك نفسه ومن ذلك ان العديل وهو شاعر مقل من شعراء الدوله الامويه خرج يريد الحجاج فلما صار ببابه حجبه الحاجب فوثب عليه العديل وقال انه لن يدخل على الامير بعد رجالات قريش من هو اكبر مني ولا اولى بهذا الباب فنازعه الحاجب فاحفظه اي اغضبه وانصرف العديل عن باب الحجاج الى يزيد بن المهلب فلما دخل اليه انشأ يقول: لئن ارتج الحجاج بالبخل بابه فباب الفتى الازدي بالعرف يفتح، فتى لا يبالي الدهر ما قل ماله اذا جعلت ايدي المكارم تسنح، يداه يد بالعرف تنهب ما حوت واخرى على الاعداء تسطو وتجرح اذا ما اتاه المرملون تيقنوا بان الغنى فيهم وشيكا سيسرح أقام على العافين حراس بابه ينادونهم والحر بالحر يفرح هلموا إلى سيب الأمير وعرفه فإن عطاياه على الناس تنفح فقال له يزيد عرضت بنا وخاطرت بدمك والله لا يصل إليك وأنت في حيزي ثم أمر له بخمسين ألف درهم وأمر له بأفراس وقال له الحق بعلياء نجد واحذر أن تعلقك حبائل الحجاج أو تحتجنك محاجنه وابعث في كل عام فلك علي مثل هذا فارتحل وبلغ الحجاج خبره فأحفظه ذلك على يزيد وطلب العديل فهرب وقال أخوف بالحجاج حتى كأنما يحرك عظم في الفؤاد مهيض ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط لأيدي الناعجات عريض ملا مهامه أشباه كأن سرابها ملاء بأيدي الغاسلات رحيض ولكن الحجاج لج في طلبه حتى لفظته الأرض ونبى به كل مكان هرب إليه فأتى بكر بن وائل وهم يومئذ بادون فشكى إليهم أمره وقال لهم أنا مقتول أفتسلمونني هكذا وأنتم أعز العرب قالوا لا والله ولكن الحجاج لا يراغم ونحن نستوهبك منه فإن أجابنا فقد كفيت وإن حادنا في أمرك منعناك وسألنا أمير المؤمنين أن يهبك لنا فأقام فيهم واجتمعت وجوه بكر بن وائل إلى الحجاج فقالوا له أيها الأمير إنا قد جنينا جميعا عليك جناية لا يغفر مثلها وها نحن أولاء استسلمنا وألفينا بأيدينا إليك فإما وهبت فأهل لذلك أنت وإما عاقبت فكنت المسلط الملك العادل فتبسم وقال قد عفوت عن كل جرم إلا جرم الفاسق العديل فقاموا على أرجلهم وقالوا مثلك أيها الأمير لا يستثني على أهل طاعته وأوليائه في شيء فإن رأيت ألا تكدر منتك باستثناء وأن تهب لنا العديل في أول من تهب قال قد فعلت فهاتوه قبحه الله فأتوا به فلما مثل بين يديه أنشأ يقول فلو كنت في سملي أجا وشعابها لكان لحجاج علي دليل بنى قبه الاسلام حتى كانما هدى الناس من بعد الضلال رسول اذا جار حكم الناس الجا حكمه الى الله قاض بالكتاب عقول خليل امير المؤمنين وسيفه لكل امير صاحب وخليل به نصر الله الخليفه منهم وثبت ملكا كاد عنه يزول فانت كسيف الله في الارض خالد تصول بعون الله حين يصول وجازيت اصحاب البلاء بلاءهم فما منهم عما تحب نكول وصلت بمراق العراق فاصبحت مناكبها للوط وهي ذلول وما خفت شيئا غير ربي وحده اذا ما انتحيت النفس كيف اقول ترى الثقلين الجن والانس اصبحا على طاعه الحجاج حين يقول فقال له الحجاج: أولى لك قد نجوت، وفرض له وأعطاه عطاءه، وإلى أن نلتقي في المرة القادمة نترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.